طيب هلأ العلامة الطبطبائي كأنما ومعه السيد المرتضى المطهري كأنما انتبه إلى إشكالية. إشكالية دائما كان المادية الديالكتيكية تشكلها على الفلسفة العقلية من أرسطو إلى يومك هذا. قال شوفوا نحن كانت دائما تفتخر المادية الديالكتيكية بهذا، نحن الوجه الآخر للعلم. يعني ماذا؟ يعني بما أن العلوم في صيرورة وثيرورة، يعني في مسار وتحول دائمين، فنحن أي الفلسفة المادية نحن أيضا في تحول دائم. فلسفتنا فلسفة حراكية، فلسفة متطورة، متطورة بمقصود التطورية، فلسفة فيها روح التغيير المستمر. نحن دائما نخلع لباسنا القديم ونلبس ثوبا جديدا، دائما نحن نتجدد في الفلسفة الماركسية، دائما نحن في حالة صيرورة وتحول. لذلك سموا فلسفتهم بالفلسفة الديالكتيكية، وسيأتي إن شاء الله ما معنى الديالكتيك. إذن هذه ميزتنا. أما أنتم أنظار الفلسفة العقلية، سواء كان حكماء المسلمين أو حكماء اليونان أو فلاسفة الأوروبا من ديكارت وأمثال ديكارت في الاتجاه العقلي، أما أنتم فإن فلسفتكم سكونية تبقى كما هي، أصلا ما تتغير، هي نفسها هي نفسها، لا تحدث فيها تحولات في الرؤية، لا تحدث فيها خلع لباس قديم للبس ثوب جديد، لا تحدث فيها معطيات، نفس الموضوعات، نفس الجديد شوي بتنقص شوي شوي زيادة كلام ونقيصة كلام، نفس النتائج التي توصلتم إليها قبل ألف عام هي نفس النتائج التي هي موجودة الآن. إذن الفرق بيننا نحن الماديين الديالكتيكيين، بيننا وبين الفلسفة النظرية، لأن دائما يسمون غيرهم بأنهم فلسفة نظرية، الفلسفة النظرية أنصار المذهب العقلي أننا فلسفة تطورية تطورية مستمرة، وأنتم فلسفة سكونية غير مستمرة. العلامة الطبطبائي انتبه لهذه القضية. ليش؟ ليش انتبه لها؟ لأنه قال نحن غير العلوم. لما قال نحن غير العلوم، الآن الذهنية العامة أن العلوم هي التي تتطور، فإذا الفلسفة أرادت أن تفك نفسها عن العلوم، فإذا مصيرها أن تصبح راكدة وساكنة ولا قدرة لها على الحراك. ليس فخرا أيها العلامة الطبطبائي أن تقول أنا غير العلوم، بل الفخر للماديين الديالكتيكيين الذين يقولون نحن الهوية الأخرى للعلم، وحيثما تقدم العلم فنحن تقدمنا. أما أنت تريد أن تنأى بنفسك عن العلم، وتريد أن تطهر نفسك عن العلوم، يعني تريد أن تطهر نفسك عن التطورات العلمية المستجدة في العالم، إذن فأنت تريد أن تقبع في سكونيتك. العلامة التفت إلى هذا فقال، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مقدمة المقالة الرابعة في هذا البحث، أي عند الحديث عن المعرفة، سيأتي معنا ما معنى تكامل المعرفة وما معنى تكامل الحقيقة، وسيأتي أن السبب في أن العلوم تتطور والفلسفة لها وجه سكوني أن الفلسفة تقوم على البديهيات وهي ثابتة مستقرة، لذلك تتخذ الفلسفة شكلا سكونيا. وسيأتي ما معنى الشكل السكوني وما ما هي مدياته. أما العلم فهو يتطور، لماذا؟ لأنه يعتمد على عنصرين، على عنصر الفرضيات وهي دائما خلاقة، تفرض فرضيات، بإمكانك كل يوم تفرض مئات الفرضيات، كل يوم بإمكانك تفرض مئات الفرضيات، وتقوم أيضا على التجربة التي تختبر تلك الفرضيات. فإذا أنت في عالم العلم لديك وفرة في الفرضيات، وفرة في الاختبارات، فلذلك يحصل حالة من التطور وحالة من بطلان الماضي ثم المجيء بدليل بشيء جديد، أن نطمر النظريات السابقة ثم نستبدلها بلباس جديد، أن نقول علم الكيمياء في القرن الماضي انتهى ونحن الآن في علم كيمياء جديد. أما في الفلسفة حيث تقوم على البديهيات وهي ذات طابع ثابت وسكوني، إذن فمن الطبيعي أن الفلسفة سوف تتخذ شكلا سكونيا بشكل تلقائي، لكن هذا لا يضر بالفلسفة كما سوف يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في بدايات المقالة الرابعة وفق ما سيشرحه العلامة الشهيد مرتضى مطهري. وشاهدنا على ما نقول،
يعني شاهدنا على أن سبب سكونية الفلسفة اعتماد على الثوابت البديهية، وسبب حراكية العلوم اعتمادها على وفرة الفرضيات والتجارب، شاهدنا أن الصغرى في القياس الفلسفي إذا كانت علمية صار في تحولات في الدرس الفلسفي. يعني مثلا إذا نظريات بطليموس ونظريات علوم الطب تحولت وشكلت صغرى في القياس الفلسفي، كما شرحنا الدرس الماضي أن العلم كيف يخدم الفلسفة، يقدم لها الصغرى وهي تأتي بالكبرى لتسقطها على الصغرى وتنتج منها نتيجة جديدة. هكذا يفعل العلم، العلم يقوم فقط بتوفير صغرى للقياس الفلسفي، أحيانا وليس دائما أحيانا يوفر صغرى للقياس الفلسفي. إذا كان البحث الفلسفي يعتمد على الصغرى بأتي بها من العلوم، نعم هون ممكن الفلسفة تجدد نفسها وتتطور بهذا المعنى للتطور، أي تخلع اللباس القديم وتأتي باللباس الجديد، هون ممكن. أما إذا كانت المقدمات الفلسفية من الصغرى ومن الكبرى هي عبارة عن معطيات بدأت من البديهيات واستمرت في مسلسل نظري، أي بدون اتكاء على العلوم في إحدى المقدمات الصغروية، هنا في هذه الحالة لا يبقى المسار واحدا ولا يتحول. لا نقول فلسفة بطلت فيها نظرية وجاءت نظرية ثم أبطلنا نظرية وجاءت نظرية ثم أبطلنا نظرية وجاءت نظرية، لا، الفلسفة بالعكس تبقى ثابتة سكونية، وسكونيتها هذه دليل حقانيتها، ما عندنا مشكلة. هذا ضمن هذا السياق.